بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم مسادة يا كرام، إن شاء الله رب العالمين هنبدأ مع بعض في شرح نظري الكلينيكال باثولوجي. إحنا كنا اتقابلنا مع بعض قبل كده في العملي، كان سيشن سريع كده كان لطيف وخلصنا بفضل الله في العملي. النهارده بقى إن شاء الله هنبدأ مع النظري، وهنبدأ مع أول شابتر عندكم في الكتاب هو الأر بي سيز ديسوردر. طيب مبدئيا هو من الحاجات اللي يعني موضوع الار بي سي ديسوردر ده من الحاجات المهمه جدا واللي ما ينفعش نتغاضى عنها او ما تبقاش مستوعبها وفاهمها كويس، يعني ما ينفعش تطلع من الكليه حضرتك مش مستوعب مشاكل الار بي سي دي، لان دي في حاجات هتقابلك، يعني هتقابلك اكتر حاجه من اكتر الحاجات اللي هتقابلك في حياتك العمليه صوره دم، يعني احد قريبك يعطيك صوره دم ما تتفاجئش من الصوره اللي قدامك. هقول لك دلوقتي ايه اللي قدامك ده. يبقى يقول لك يديك صوره دم، يقول لك والله انا رحت للدكتور عمل لي تحليل صوره دم وقال لي ايه انت عندك انيميا، فممكن تشوف التحليل ده. ده من الحاجات اللي هتقابلك كتير. طيب فازاي افهم صوره الدم وازاي اتعامل معاها والقصه دي كلها هتبدا النهارده نتعامل معاها النهارده ان شاء الله رب العالمين، ونبدا نفهم القصه دي النهارده تحديدا. موضوع عن ار بي سي ديس اوردر ده اول شابتر عندنا واطول شابتر 19 صفحه تقريبا، هنخلصه النهارده ان شاء الله يعني ربنا يقدرنا ونخلصه النهارده. ايه اللي قدامكم على السكرين ده بكل بساطه حصه النهارده كلها. هنعمل دلوقتي طبعا زوم على كل سلايد من دول ونخش نشرحها واحده واحده، بس مبدئيا احنا حصتنا تمشي ازاي عشان نبقى فاهمين، ويا ريت رجاء الناس تذاكر بالطريقه دي. ناخد الاول كده فيو من فوق نفهم الموضوع، نتخيل اللي هشرحه الاول، او نتخيل انا رايح اذاكره، رايح اذاكر ار بي سي ديس اوردر دلوقتي. ده شابتر عندي في الكتاب 19 صفحه، لو دخلت فيه بدات فيه مذاكره العصر مش هنطلع منه قبل العشاء، يعني لو انا ماشي صفحه بصفحه كده. لا احنا عايزين بالظبط 19 صفحه دول ما ياخدوش مننا ساعه ان شاء الله. ازاي؟ اولا نفهم الموضوع بيمشي على ايه. هنلاقي نفسنا نتكلم في شابتر اسمه ار بي سي ديس اوردر، احنا بنتكلم في كلينيكال باثولوجي، وبالمناسبه من رحمه ربنا بيكم ان الموديول ده بطنه هيماتولوجي ومعاه في نفس الوقت كلينيكال باثولوجي معظمه هيماتولوجي، لانه الهيماتولوجي اصلا كبطنه بيخدم على يعني معظمه كله او مبني اساسا على السي بي سي، فده شيء كويس جدا، يعني الشابتر ده كله اصلا هيفيدكم في البطن، فكويس جدا اعملوا ميكس بين الاثنين وانتوا بتذاكروا عشان تبقى الدنيا لذيذه في المذاكره كده ان شاء الله. طيب موضوعنا هيبدا نتكلم عن ايه؟ هنبدا عن ار بي سي ديس اوردر. خلينا نخش في الجد على طول. الار بي سي ديس اوردر ديت هنلاقي نفسي بكل بساطه الحصه ممكن نقسمها لثلاث اربع اجزاء كده. اول جزء ممكن نسميه انترودكشن، ان انا افهم الاول شويه حاجات متعلقه بالسي بي سي، حاجه اسمها ار بي سي او ريد سيلز انديسز، وبعدين نتكلم عن حاجه اسمها ريتيكولوسايت كاونت. لحد هنا كده احنا ما بقناش يعني لحد هنا كده. طيب وبعدين نبدا نتكلم عن ار بي سي اوردر بقى، احنا يعني الجزء ده ممكن نسميه انترودكشن، وبعدين نبدا نتكلم عن الانيميا. الانيميا دي واحده من ار بي سي اوردر، واحده من، مش هي كل الار بي سي اوردر، هي واحده من الار بي سي اوردر طبعا الكلام كله عنها اصلا. طيب هنلاقي الانيميا، نتكلم عن الكلاسيفيكيشن اوف انيميا، تقسيمه الانيميا، انواع الانيميا تقسيمها على اس اي على اساس الكوز، وهنجي الكلام ده بالتفصيل. وبعدين ازاي اشخص الانيميا، ازاي اعمل دايجنوزس الانيميا، وبعد ما اعمل تشخيص الانيميا نبدا بقى يعني لحد هنا نعتبر ده الجزء او المحطه الثانيه اللي نتوقف عندها. كل محطه من دول عندها توقف، يعني هنا كده في اسئله. طيب بعد كده نبدا نمسك، هنلاقي الانيميا دي بتتقسم على حسب حاجه من اثنين، على حسب السبب بتاعها حاجه من اثنين، يا اما الار بي سيز بتتكسر ار بي سي نقص التصنيع ار بي سيز، يا اما انيميا نتيجه زياده تكسير ار بي سيز. طيب موضوع الانيميا اللي نتيجه نقص التصنيع، نقص تصنيع الار بي سي ديت، هنلاقي نفسنا بنتكلم عن حاجه اسمها، هنعدهم من اول 1 2 3 4 5 6، نبدا نتكلم عن واحده واحده. ايرون ديفيشنسي انيميا، وبعدين ميجالو بلاستيك انيميا، وبعدين ابلاستيك انيميا، وبعدين انيميا اوف كرونيك ديزيز، وبعدين سيدرو بلاستيك انيميا، وبعدين ليد بويزنج. دي الانيميات اللي هي بتتميز ان فيها نقص في تصنيع الار بي سيز. بعدين نخش في العيله الثانيه اللي هي، وهنا كده طبعا هيكون لازم لينا توقف طبعا هنا كده، ده المحطه الثالثه في حصه النهارده. طيب بعد كده نبدا نتكلم عن انيميا اوف نتيجه نقص زياده تكسير ار بي سيز، الانيميا بتاعت هيموليسيز يعني، تمام، اللي هي الهيموليتيك انيميا. ناخد اول انترودكشن عن هيموليتيك انيميا، يعني ايه هيموليتيك انيميا وازاي اعرفها، وبعدين ايه انواعها بقى، الاقي حاجه اسمها هيريديتري سيروسايتوزس، حاجه اسمها جي 6 بي دي ديفيشنسي، ثلاسيميا، سيكل سيل انيميا، الاوميون هيموليتيك انيميا، اوتو اوميون هيموليتيك انيميا، دراج انديوسد هيموليتيك انيميا، والانفكشن او انفكشن هيموليتيك انيميا. وبرضه دي طبعا هتكون اخر حاجه معانا، ودي اخر سلايد اصلا عندكم في الكتاب. يبقى بكل بساطه انا عندي الباوربوينت ده او الشابتر ده كله كده، طبعا حصه مش صغيره يعني، الحصه مش صغيرة، حصه طويله، ممكن حتى نضطر احنا لو اضطرينا ان احنا نقسمها مش مانع ان شاء الله، يعني لو اضطرينا احنا ناخد جزء ونأجل جزء تاني لوقت تاني مش اي مانع ان شاء الله، اذا مصحصحين معايا ومستوعبين ولقيتكم مكملين واحنا فينا قدره نكمل شرح برضه نخلصها مش اي مانع. يبقى احنا كده لحد هنا كده، لحد ما نبدا نتكلم عن انواع الانيميا هنقف هنا توقف، وبعدين قبل ما ابدا اشرح انواع الانيميا هنا التوقف الثاني، وبعدين هنكمل كده لحد ما نخلص الانيميا نتيجه نقص الار بي سيز برودكشن هنا التوقف الثالث، وبعدين ان شاء الله مع اخر حاجه نخلصها يبقى ده التوقف الرابع. وفي كل واحد مره من دول هقف، لو في اي اسئله تتفضلوا تسالوا.
تمام. يبقى رجاء ان الاسئله احنا عرفنا اماكنها فين وعرفنا وقتها، معاكم بقى صفحه او كراسه فاضيه او ورقه فاضيه الاسئله تتسجل فيها، وفي وقت التوقف نقف براحتنا نسال مفيش اي مانع. ماشي، النهارده مش ورايا غيركم، يلا. فخلونا نبدا على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ار بي سي ديس اوردرز، قبل ما ابدا اتكلم عن ار بي سي ديس اوردر خلونا الاول انا بستدل على الار بي سيز بحاجه اسمها سي بي سي. في السي بي سي اسمها كومبليت بلاد كاونت. يبقى احنا بسم الله الرحمن الرحيم نبدا عن ار نتكلم عن ار بي سي ديس اوردر. ازاي بعرف ان الار بي سيز فيها مشكله؟ لازم الاول في انديكيشن او في حاجه تقول لي ايه هو النورمال. يعني انا اعرف لازم الاول ابقى عارف ايه النورمال، او ازاي اعرف النورمال عشان اعرف الابنورمال. فبكل بساطه الار بي سيز بنعرفها من السي بي سي، صوره دم الكامله. صوره الدم الكامله تشمل حاجتين، تشمل شويه ارقام ومعادلات انديسز، وتشمل بلاد فيلم انك تاخد عينه من الدم وتبص عليها تحت الميكروسكوب. يعني صوره الدم في الاماكن المحترمه في اي معمل محترم لازم الاثنين مع بعض، ما ينفعش اي صوره دم تخرج من المعمل بدون ما تعملها بلاد فيلم، على الاقل على الاقل لو فيها حاجه غير طبيعيه. يعني في بعض المعامل يقول لك لو الارقام طالعه كلها طبيعيه ما فيش حاجه، ما فيش انيميا، ما فيش نقص وايت بلاد سيلز، ما فيش نقص اي حاجه، فيقول لك خلاص مش لازم بلاد فيلم، ما فيش ضروره البلاد فيلم. وان كان الاصل انه تعمل بلاد فيلم طبعا لايه؟ لكل عينات صوره الدم. طيب يبقى مبدئيا كده انا محتاجين بقى نبدا نتكلم عن دلوقتي عن الريد بلاد سيلز انديسز، الارقام اللي بستدل بيها على الريد بلاد سيلز. قبل ما اخش اتكلم على الارقام دي، اصلا السي بي سي بتطلع فيها ايه؟ يعني صوره الدم دي بيطلع فيها ايه؟ وابعت لكم صوره كده للسي بي سي ان شاء الله. ايه؟ اعتقد انا كنت بعت لكم واحده قبل الامتحان العملي. عموما يعني صوره الدم بتلاقي فيها حاجات كتير، يعني بتلاقي مثلا فيها اول حاجه كده عدد ار بي سيز، الار بي سيز كاونت، بتلاقي فيها نسبه الهيموجلوبين، بتلاقي فيها نسبه الوايت بلاد سيلز، عدد الوايت بلاد سيلز وتقسيمتها كل نوع منها كام، البليتلت، بتلاقي بقى فيها شويه حاجه اسمها الانديسز، حاجه اسمها الهيماتوكريت هنفهم يعني ايه، حاجه اسمها الام سي في، حاجه اسمها ام سي اتش، ام سي اتش سي، ار دي دبليو، كل ده اسمها ايه؟ انديسز، ار بي سيز انديسز. طيب اي مشكله في دول هيديني فكره ان في مشكله او في ديس اوردر متعلق بالار بي سيز. طيب ناخد بالنا من حاجه، احنا لما بنيجي نتكلم، ودي يا جماعه ملحوظه مهمه، السي بي سي مش معناها ار بي سيز بس، مش معناها هيموجلوبين بس. تبقى لا مؤاخذه يعني الناس تضحك عليك لما يديك صوره دم، لما يديك صوره دم كده فيها مشكله في الار بي سيز، وفيها مشكله في الوايت بلاد سيلز، وفيها مشكله في البليتلت، وانت تعلق لي بس على الار بي سيز، الناس هتضحك عليك يقول لك شوف دكتور مش عارف حاجه. ليه؟ لانه الار بي سي السي بي سي كتله على بعضها، تبص عليها على بعضها، ما تقولش كلمه، ما تطلعش من يعني ما تقومش مستعجل انك تقول اه والله ده عنده انيميا ونوعها مايكروسيتيك انيميا او ايرون ديفيشنس انيميا، وانت ما بصيتش على الوايت بلاد سيلز والبليتلت، ممكن تكون حاجه اسمها بان سايتوبينيا. ايا يكن القصد انه لازم تاخد وقتك في تصنيف وقراءه الار بي السي بي سي كويس، ودربوا نفسكم على السي بي سي. طيب تعالوا نخش الكلام بقى الشرح، ايه هي الار بي سيز انديسز؟ ايه هي الريد سيل انديسز؟ الموضوع هنجيبه من اصله. لو ده البلاد فيزل عندنا، البلاد فيزل عندنا يمشي فيه ماشي فيه ار بي سيز، وماشي فيه ماشي فيه بلازما، يعني عباره عن خلايا ماشي في بلازما. لو انا خدت عينه من ده وليكن مثلا سنتي دم مثلا او 10 سنتي دم، وحطيتهم في انبوبه، هلاقي وعملت لهم سنترفيوجن، دورتهم، عملت لهم تدوير بسرعه عاليه، طرد مركزي، هلاقي الخلايا اتركزت تحت في الجزء السفلي من الانبوبه، والبلازما في الجزء العلوي. نسبه الخلايا، نسبه السيلز، نسبه السيلز اللي هي الراسب اللي تحت ده، لو بتخيل مثلا ده 10 سم ماشي، ده 10 سم، لقيتها مثلا 4 سم تحت هنا عباره عن خلايا، الى الدم كله اسمها هيماتوكريت. يبقى نسبه السيلز، نسبه الجزء الراسب اللي تحت من الخلايا على كميه البلد كلها تساوي، هي دي اللي اسمها هيماتوكريت، ده اللي اسمه هيماتوكريت. دي تقريبا بتساوي تقريبا من 40 ل 60%، يعني بتتكلم من 40 الى 60، من 40% تقريبا. يعني المفروض ان تقريبا تلتين الدم، او تلت اسف تلت الدم بتاعنا، تلت الدم كله خلايا. ايا يكن اللي يهمني سيبكم الارقام، اللي يهمني هنا مفهوم الهيماتوكريت. يعني ايه هيماتوكريت؟ بكل بساطه هو الفراكشن، هو نسبه الخلايا السيلز على الهول بلاد، الدم كله مش البلازما بس، الدم كله. يبقى السيلز على كل الدم، انا سحبت 10 سم منهم 4 سم مثلا ايه خلايا، يبقى ده كده الهيماتوكريت 40% او 4 من 10. خلاص؟ طيب دي كده بكل بساطه قصه الهيماتوكريت، يعني ايه هيماتوكريت؟ طيب انا كده بستفاد ايه بقى من الهيماتوكريت اللي هو بيديني نسبه الخلايا او كميه الخلايا ديت؟ بستفاد منه في حاجات كتير قوي. اول حاجه الهيماتوكريت ده يمثل دلوقتي الار بي سيز، او عموما مش ار بي سيز بس، السيلز عموما. بما فيها الار بي سيز طبعا لان هي اكثر مكون في البلد. طيب لا حاجه اسمها بقى ايه، شويه انديس كده، شويه معدلات او ارقام، يعني حاجه اسمها الام سي في. ام سي في يعني مين؟ متوسط كورباسكولار اللي هي الار بي سيز، يعني فوليوم متوسط حجم الار بي سي. كاني بقول ايه معنى الام سي في؟
انا هجيب اربسيهية واحده، كان معناها كده هجيب اربسيهية واحده واشوف حجم الاربسيهية دي. هل ده ممكن يعني؟ هل ده عملي؟ هل انا اقدر اجيب كده في المعمل اربسيهية واحده؟ لا ما اقدرش. فبعمل ايه؟ بجيب، بتتحسب ازاي؟ بجيب الهيماتوكريت اللي هو نسبه الخلايا ككل، نسبه الخلايا ككل، واقسمها على عدد الاربسيز. تخيل كده انت معاك 100 جرام، 100 جرام، تعالى يا سيدي نحسب الحسبه العبيطه خالص، قلت لك مثلا انت معاك ايه 10 كيلو برتقال مثلا، 10 كيلو فاكهه، الكيلو الواحد فيه 5 برتقالات، يبقى حجم البرتقال الواحده كام؟ اقسم ده على ده. فاهمين الفكره؟ فالهيماتوكريت هو كميه الار بي سيز اللي في الجسم كله على عدد الار بي سيز، فيديك الحجم التقريبي، الحجم التقريبي للار بي سي الواحده. طيب هنا سؤال، هل كل الار بي سيز بحجم واحد؟ لا طبعا، هل كل الار بي سيز بحجم واحد؟ ولكن ده اداني المتوسط، المين كورباسكولار فوليوم، يعني متوسط حجم الار بي سي الواحده، فوليوم اوف سنجل ار بي سيز، ار بي سي. ماشي. طيب في حاجه ثانيه، يبقى اول حاجه الام سي في. الام سي في دي بستفيد منه في ايه؟ الام سي في لو زاد معناه ان حجم الار بي سي زادت، لو قل معناه ان حجم الار بي سي قل، وبالتالي بفرق على اساسه انواع الانيميا. هجيله في الكلام دلوقتي. يبقى انواع الانيميا هقسمها المايكروسيتك ونورموسيتك وماكروسيتك، يعني خليه صغيره او خليه متوسطه او خليه كبيره على حسب الام سي في. يبقى الام سي في اداني فكره عن حجم الار بي سي. طيب النقطه اللي بعد كده حاجه اسمها الام سي اتش، المين برضه مين اهو متوسط كورباسكولار هيم كونسنتريشن او هيموجلوبين، مين متوسط كورباسكولار يعني ار بي سيز هيموجلوبين، متوسط الهيموجلوبين في الخليه. بمعنى انا لو ليكم مثلا عندي 5 مليون ار بي سيز، عايز اعرف الخليه الواحده فيها كام هيموجلوبين، فيها قد ايه هيموجلوبين، حجم الهيموجلوبين جوه الخليه الواحده. طبعا ده مش منطقي، مش هعرف اجيب ار بي سي واحده، فبعمل ايه؟ بحسب الهيموجلوبين لوحده ككل. وليكم مثلا عندي 9 جرام هيموجلوبين مثلا، يبقى الهيموجلوبين مثلا 9 جرام في الجسم، 12 جرام، 11 جرام، ايا يكن، اقسم الرقم ده على عدد الار بي سيز، فيديك كميه الهيموجلوبين جوه الار بي سي الواحده. يبقى 9 على وليكن مثلا 5 مليون مثلا. ماشي؟ يعطيك الرقم تركيز، طبعا ده طبعا المايكرو جرام، ارقام صغيره جدا. ده دلوقتي تركيز الهيموجلوبين في الار بي سي الواحده، ان اتش ار بي سيز. خلاص؟ في كل ار بي سي. طيب هل كل ار بي سي زي بعضها في الكونسنتريشن؟ لا. لازم ناخد بالنا برضه من حاجه، ان في خلايا كبيره في خلايا صغيره، ولكن ده يديك متوسط الخليه الواحده، المتوسط بتاع كميه الهيموجلوبين في الخليه الواحده. ده اسمه ام سي اتش، مين كورباسكولار هيموجلوبين، متوسط الهيموجلوبين في الخليه. طيب لو انا عايز، لو عندي مجموعه من الار بي سيز، لو عندي مجموعه من الار بي سيز 10 ار بي سيز، عايز اعرف متوسط الهيموجلوبين جواهم على بعضهم كده، في حاجه اسمها بقى ام سي اتش سي. ام سي اتش سي معناها ايه؟ مين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن. خلاص؟ متوسط الهيموجلوبين في مجموعه من الار بي سيز، في حجم الار، خد بالكم ان فوليوم اوف ار بي سيز. يعني ايه فوليوم اوف ار بي سيز؟ يعني هيماتوكريت. يعني عايز اعرف تركيز الهيموجلوبين، وليكن مثلا انا عندي 10 اس الهيموجلوبين لقيته 10 جرام، شخص عنده 10 جرام هيموجلوبين، انا عايز اعرف ال 10 جرام دول متوزعين بتركيز قد ايه جوه خلايا الار بي سيز، اقوم قاسم بكل بساطه، بكل بساطه كميه الهيموجلوبين ديت على حجم او كتله الار بي سيز الموجوده عنده. كتله الار بي سيز ديت لمين؟ للهيماتوكريت. ما هو الخلايا عنده، الار بي سيز عنده ليها هيماتوكريت، فلما اقسم الهيموجلوبين على الهيماتوكريت يعطيني كميه او تركيز الهيموجلوبين عموما في الار بي سيز، تركيز الهيموجلوبين عموما في مجموعه من الار بي سيز، في كوليكشن كده. خلاص؟ طيب النقطة اللي بعد كده، طبعا كل واحد من دول بستفاد منه، بس هيجي لنا الكلام، يعني هتلاقي عندكم هنا في الجدول اللي بيتكلم عنهم، بعد يقول لهم ده بيزيد امتى وايه امتى، فاسيبكم بيزيدوا امتى وايه امتى، دي حاجة كده هتكلم عن انواع الانيميات دلوقتي واقول لهم بالتفصيل. ركزوا بقى في اللي جاي قوي، حاجة اسمها ار دي دبليو. يعني ايه ار دي دبليو؟ يعني ريد سيل ديستريبيوشن ويز، ريد سيل خدنا حرف الار، ديستريبيوشن توزيع، ويز قطر او عرض او 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 مساحه. يعني بمعنى ايه؟ بص يا سيدي الفاضل، لو نتخيل مثلا احنا عندنا مليون ار بي سيز، هلاقي المليون دول ايه؟ شويه صغيرين، شويه اكبر شويه، شويه مختلفين في الشكل مثلا، شويه كبار خالص، يعني في فاريشن، ركزوا معايا، في فاريشن في الشيب والسايز بتاع الار بي سيز. خلينا مع الشيب، سيبكم من السايز. في فاريشن في الشيب، يعني في فروقات، الار بي سيز مش كلها حجم واحد. الار بي سيز مش كلها حجم واحد، في اختلاف بينهم. مدى الاختلاف ده
في رينج طبيعي ليه، المفروض يكون اقل من 17%. المهم يعني في رينج طبيعي للار دي دبليو، انه طبيعي اي حد فينا في هيموجلوبين صغير، في ار بي سي صغيره، في ار بي سي كبيره، ده طبيعي. ولكن في بعض الامراض بيبدا يظهر الفرق ده كبير قوي، الاقي ار بي سي صغيره جدا وار بي سي حلوفه، ماشي؟ فالفرق يبقى كبير، النسبه ديت الرقم هنا يكبر جدا، الفرق يكبر. عشان كده الار دي دبليو اسمها ريد سيل ديستريبيوشن ويلز، معناها بكل بساطه بتشاور على الابنورمال شيب او الفاريشن في الشيب، ديجري اوف فاريشن ار بي سي شيب، درجه اختلاف او درجه الاختلاف في في شكل الار بي سي، ده اسمها الايه؟ ريد سيل ديستريبيوشن ويلز، ار دي دبليو. ليه؟ يبقى بكل بساطه دلوقتي بكل بساطه الام سي في شاور لي على حجم الار بي سي، الام سي اتش كميه الار بي سي، كميه الهيموجلوبين جوه الار بي سي الواحده، الار دي دبليو شكل الار بي سي. شفت الثلاثه دول؟ ده الحجم، ده الكميه او تركيز الهيموجلوبين جواها، ده الشكل. من الثلاثه دول كده معاهم الام سي اتش، طبعا الام سي اتش سي بيرتبط مع يعتبر زي زيه زي الام سي اتش، ما علينا يعني. المهم انه الثلاثه دول كده عطوك فكره عامه عن كل تقريبا كده انت متخيل الار بي سي في دماغك، حجمها، شكلها، تركيز الهيموجلوبين جواها. فلو مثلا لقيت الام سي في قليل معناه انا عارف انه كده الخلايا صغيره، لقيت الام سي اتش قليل معناها ان ما فيهاش هيموجلوبين كويس، ما لقيت الار دي دبليو عالي يبقى في ابنورمال شيب كتيره في جوه الخليه دي. خلاص؟ طيب امتى بقى ده بيحصل والكلام زي كده؟ خلونا الكلام ده يعني خلوا الكلام كده ايه سهل وبسيط لحد ما ندخل في التفاصيل بقى في الكلام الجاي ان شاء الله. طيب النقطه اللي بعد كده عايز اتكلم عنها ودي مهمه جدا جدا جدا، حاجه اسمها ريتيكولوسايت كاونت. ايه بقى ريتيكولوسايت؟ افكركم تاني سريعا، افكركم كده احنا كنا في الكلام ده قلته مع العملي، قلت لكم احنا عندنا البون مر، لو انا دخلت جوه البون، ماشي، لو انا دخلت جوه البون كده وعملت زوم هلاقي ايه؟ هلاقي بكل بساطه جوه البون هنا في خلايا اسمها ستيم سيلز. الستيم سيلز دي بكل بساطه اللي كان بيتقسم لنوعين لو انتم فاكرين، ليمفو بلاست او ليمفوسيتيك سيلز ومايلو بلاست. المايلو بلاست اللي كان بيطلع منها في الاخر الار بي سيز والوايت بلاد سيلز والبليتليت. بس قبل ما اقول الار بي سيز ديت كان بيخرج منها اول خلايا اسمها اريثرو بلاست، اللي بعد كده بتبقى حاجه اسمها ريتيكولوسايت. ريتيكولوسايت اللي بقى بتخرج في الدم بره، تخرج في الدم بره في صوره ار بي سيز. وقتها انا حتى انا فاكر قلت لكم ايه؟ قلت ان الريتيكولوسايت طبيعي يا جماعه، طبيعي بنشوف نسبه منها في الدم، طبيعي في نسبه بسيطه بتخرج منها في الدم ولكن نسبه قليله جدا، ماشي؟ وما بنلحقش اشوفها لان بيحصل لها ماتيوريشن وتتحول لار بي سيز. ايه الفرق بين الريتيكولوسايت والار بي سيز؟ الريتيكولوسايت عندها قطع من الار ان ايه، لما تفقدها يبقى اسمها ار بي سيز. يبقى الفرق بين الريتيكولوسايت عندها ار ان ايه، الار بي سيز ما عندهاش ار ان ايه. خلاص؟ طيب يبقى الريتيكولوسايت عندها ريمننت من الار ان ايه. هنا نقطه بقى، هل مهم ان انا اسحب عينه من دم المريض؟ خدوا بالكم انا هسحب عينه من الدم، يعني اسحب عينه من بريفرال بلاد اللي هو المفروض ما فيهوش ريتيكولوسايت وادور على ريتيكولوسايت، هل ده مهم؟ مهم جدا، يعني مهم جدا ان عدد المفروض اي ار بي سي، اي سي بي سي تعملها، اي سي بي سي تعملها وتلاقي فيها ابنورماليتي قبل الخطوه اللي عليها الدور. يعني الخطوه بتكون ازاي؟ انا مثلا جاي لعيان بيشتكي من اعراض، فانا شاك ان الراجل ده عنده انيميا، فقمت له اعمل سي بي سي. طيب السي بي سي مهم جدا، مهم جدا يتعامل معاها بلاد فيلم. بلاد فيلم ده يعني ياخد نقطه دم كده يحطها على شريحه ويبص عليها تحت الميكروسكوب ويعلق على الريتيكولوسايت كاونت، يعلق على الريتكس. ليه يعلق على الريتكس؟ لان على اساسه الريتكس ديت معناها بكل بالبلدي وهاجي الكلام ده دلوقتي، البون مارو شغال او مش شغال. فلو الريتكس فيها مشكله الخطوه عليها الدور انت عارفين ايه؟ ناخد عينه من البون مارو، اخش بابره في العظم نفسه، ده تشوفه ان شاء الله لما تنزلوا المستشفى عادي وتاخدوا تشوفوا الكلينيكال باثولوجي هتشوفوا القصه دي. بيجي الطفل بنخش بابره في قلب الانتيرو سوبيريور سبان كده او في البون يعني، ونسحب عينه من البون مارو. انا قبل ما اروح اعمل القصه دي كلها مع الولد ده المفروض اكون انا عارف عندي فكره هل البون مارو فيه مشكله ولا لا، بعرف الكلام ده منين؟ الريتيكولوسايت كاونت. خلاص؟ طيب ايه الريتيكولوسايت؟ تعال بقى نتكلم عنها شويه. هي الريتيكولوسايت نرجع للستار بتاعتها، الريتيكولوسايت كاونت بكل بساطه هي خليه اللي بتحتوي على الار ان اي ريمننت جوه البون مارو. هي جوه البون مارو اهي، اللي هي الخليه عادي ولكن جوه قطع من الار ان اي. لما بتخرج بره في السيتوبلازم بتتحول الى ار بي سيز الايه؟ الطبيعيه. امتى الاقيها خرجت بقى؟ ليها حالات هنعرفها ان شاء الله. يعني امتى الريتيكولوسايت كاونت بيخرج بره بكميه زياده؟ هنشوف دلوقتي بيحصل امتى الكلام ده. طيب ايه اختلاف، ايه الاختلاف الاساسي بينهم الاثنين، بين الريتيكولوسايت وبين الار بي سيز؟ ان الريتيكولوسايت تحتوي على ار ان اي ريمننت بتظهر معاه تحت الميكروسكوب بالمناسبه لما بتتصبغ بصبغه اسمها بريليانت كريستال بلو. دي صبغه خاصه كده لما بصبغ بيها بكل بساطه بيظهر الشكل ده تحت الميكروسكوب. خلايا الار بي سيز عادي خالص ولكن في نقط زرقاء كده، دي اسمها ار بي سيز ريمننت، ماشي؟ طيب النقطه اللي حابب اتكلم فيها دلوقتي، خد بالكم من حاجه، امتى ده البون مارو؟
البون مارو ده قصه حياته او وظيفته في الحياه انه يعوض الار بي سيز، او انه يعوض خلايا الدم لما يحصل انيميا يزود خلايا الار بي سيز، لما يحصل نقص في الوايت بلد سيلز يزود خلايا الوايت بلد سيلز، لما يحصل نقص في البليتلت يزود البليتلت، يعني ده المصنع اللي بيصنع خلايا الدم. طيب خلينا مع الار بي سيز، بما اننا بنتكلم في الار بي سيز، لو حصل لاي سبب كان ان الار بي سيز فقدت، اتكسرت، حصل نزيف، فيها مشكله، ايا كان، حصل انيميا، المهم ان الار بي سيز او الهيموجلوبين بقى قليل، فرد الفعل الطبيعي من الجسم انه يبدا يزود عدد الار بي سيز، فالمفروض الاقي يبدا يزود تصنيع يعني، فبلاقي البون مارو مستعجل. كان دكتور احمد موافق ليه تشبيه جميل، اقول لك ايه، البون مارو ده في حاله انيميا عامل شبه مصنع الكحك ليله العيد، مصنع الكحك ليله العيد اللي هو فيه زحمه بقى وفيه دوشه وبتاع ومش عارف ايه، وكله قاعد يعمل ايه، يعمل كحك، فبكل بساطه هو ايه بيعمل كحك، تلاقي البون مارو مستعجل، تلاقي البون مارو مستعجل قاعد يطلع خلايا كتير ما بتلحقش يحصل لها ماتوريشن. المفروض ار اللي بتجيب له بتاخد لها يومين عشان يحصل لها ماتوريشن، هي مش بيلحق يحصل لها ماتوريشن، هي بيصنع ويخرج على طول، بيصنع ويخرج على طول، فبلاقي الريتيكولوسايت زياده في البون في البلد. يبقى في حالات انيميا هلاقي الريتيكولوسايت ايه زياده في حاله ايه البلد. طيب هنا نقطه، ولا نتخيل الانيميا حصل سيفير انيميا، نتخيل شخص عنده سيفير انيميا، المفروض يكون رد الفعل على قدر الفعل، يعني في سيفير انيميا يبقى المفروض الاقي ريتيكولوسايتس كاونت زياده جدا 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 جدا. ازاي بعرف هو زاد بما يعادل الانيميا دي؟ لو في مايلد انيميا حاجه كده على الخفيف، انا المفروض الاقي الزياده بسيطه جدا. ازاي اعرف هل الزياده مناسبه ولا مش مناسبه للانيميا؟ دي لها حسبه مش مشكله بتحسب ازاي، بس انا افهم فكرتها، بس ان في حاجه اسمها كوركتد ريتكس كاونت. بكل بساطه ده بيديني مؤشر هل الزياده اللي حصلت في الريتيكولوسايت كاونت في البريفرال بلاد لما اسحب عينه من الراجل ده، هل الزياده اللي حاصله تناسب الانيميا ولا لا تناسب الانيميا؟ يعني ايه؟ بكل بساطه بحسب الريتيكولوسايت كاونت بتاع الشخص ده وليكن مثلا 10,000، اضربه في الهيماتوكريت بتاع الشخص ده نفسه وليكن مثلا 30، خلاص، واقسمه على الهيماتوكريت الطبيعي المفروض يكون في السن ده، يعني مثلا المفروض عند سن 10 سنين مثلا هيماتوكريت 30 مثلا، عند سن 12 هيماتوكريت كذا، فاقسم على الهيماتوكريت اللي انا متوقعه وليكن مثلا 40، يطلع لي رقم. الرقم ده لو اقل من 2% او اكتر من 2%، اقل من 2% معناه ان البون مارو مش شغال، اكتر من 2% معناه ان البون مارو شغال كويس، ان البون مارو قادر يعوض القصه دي. خلاص يا كرام، يبقى عموما بعيد عن الحسابات، عندنا عندكم مكتبه حسابات كتيره ومش عارف تعوض ازاي والقانون ايه وبتاع، ما يشغلكوش الكلام ده كله في حاجه، نفهم الفكره العامه. الريتيكولوسايت كاونت هيديك مؤشر، لما تلاقي الريتيكولوسايت كاونت زياده في البلد معناه ان البون مارو شغال كويس. طب نتخيل ان حاله انيميا، وده سيناريو مرعب شويه، حاله انيميا، طفل جاي لك بحاله انيميا، بتعمل له ريتيكولوسايت كاونت، لقيت الريتيكولوسايت كاونت قليل، هنا بقى ايه بتحط ايدك على قلبك ليه؟ اصل معنى ان في انيميا والريتيكولوسايت كاونت قليل معناه ان البون مارو مش شغال، او البون مارو مش قادر يعوض الانيميا دي، وقد يكون ده بسبب مشكله في البون مارو. هنا بقى بنسحب عينه من البون مارو، قد تلاقي بقى لوكيميا، تلاقي سرطان في الحاجه مثلا كانسر، وعامل انفلتريشن للبون، تلاقي اي حاجه. وده شفته قريب، طفل جاي بانيميا، مش انيميا الوحيده، كان بان سايتوبينيا، تمام، اتسحب له ريتيكولوسايت كاونت، اتعمل له بلاد فيلم، مفيش ريتيكولوسايت كاونت خالص، مفيش ريتكس، مفيش خلايا ريتيكولوسايت في البلاد. بكل بساطه الولد ده دخلنا بالبون مارو، طلع في الاخر اكيوت ليمفوسيتيك لوكيميا، نوع من الايه، نوع من اللوكيميا بيحصل في الاطفال، بيتحول ل 57 53. خلاص يا جماعه، فبكل بساطه يبقى ده قصه الريتيكولوسايت كاونت. الريتيكولوسايت كاونت منها وظيفتها بعرف هل البون مارو شغال ولا مش شغال، هل البون مارو شغال ولا مش شغال. خلاص كده، ده بكل بساطه الجزء الاول من حصه النهارده، باقي بس ان انا اتكلم عن انواع الانيميا وازاي اشخص حاله الانيميا. بس خلونا قبل ما نخش في الكلام ده نشوف لو عندكم اسئله، اتفضلوا. اوقف بس ريكورد ولو عندكم اسئله اتفضلوا. بعد ما خلصنا كلامنا عن الانترودكشن او الانديس، تعالوا بقى نبدا نتكلم عن ار بي سي ديس اوردر. طبعا هي في انيميا وفي حاجات ثانيه، بوليسايثيميا ومش عارف ايه، خلينا مع الانيميا، يعني الحاجات الثانيه مكتوبه اسما بس، سواء بقى البوليسايثيميا، الهيموكروماتوزيس، الاريثرولوكيميا، كل دي اسماء بس، امراض في الار بي سي مكتوبه اسما خاص. طبعا هنعيش معايا الايه، هي الانيميا. بصوا يا كرام، لو سمحتوا ما تلاقي عندكم صفحتين ثلاثه ورا بعض كده بدا يتكلم عن الانيميا، فانا عايزين نجمع الكلاسيفيكيشن ديت في سلايد واحد، يعني السلايد قدامكم ديت بتاع اربع صفحات عندكم في الكتاب. بكل بساطه الانيميا عندنا هنقسمها على حسب حاجه من ثلاثه، يا اما على حسب السبب، فهي ديت بكل بساطه نقص الار بي سي برودكشن، او زياده ار بي سي ديستراكشن اللي هو يا اما هيموليسيس يا اما نقص التصنيع. نقص التصنيع زي التكسير، سهل خالص اهي، ما
مفهوم، يا اما على حسب السيفيريتي، ودي تقسيمه كلينيكال على حسب شكل المريض قدامك، يا اما مايلد يا اما مودريت يا اما سيفير، هتختلف على حسب الاعراض اللي عنده وانت شفت ايه عليه وبالفحص بتاعك لقيت ايه والكلام زي كده. خلاص يبقى مايلد ومودريت وسيفير، ما قالش غير اكتر من اسماء وخلاص. طيب ويا اما بقى التقسيمه اللي نعيش معاها هي الام سي في، الام سي في على حسب الام سي في، الام سي في الطبيعي من 80 ل 100، من 80 ليه ل 100، اقل من 80 معناه الخليه صغيره في الحجم مايكروسيتيك، اكتر من 100 معناه الخليه كبرت في الحجم ماكروسيتيك. يبقى مايكروسيتيك عندي ثلاث انواع بقى من الانيميا دلوقتي، يا اما مايكروسيتيك نورموسيتيك يا اما ماكروسيتيك، ده على حسب الام سي في، من الاخر على حسب حجم الار بي سي. بالنسبه للمايكروسيتيك خليه صغيره، خليه صغيره الاقي بقى ايه نقص حديد، ايرون ديفيشنس انيميا، ثلاسيميا. ازاي نفرقهم عن بعض؟ بالمناسبه دي مهمه، الاثنين دول بالتحديد الايرون ديفيشنس انيميا والثلاسيميا لازم نفرقهم عن بعض ماشي. بعدين انيميا اوف كرونيك ديزيز، واحد عنده مثلا فيروس سي او عنده فشل كلوي او عنده فشل بتاع مثلا ورم بتاع في الكبد او فيروس او التهاب بتاع الهيباتيتس سي ولا اي حاجه، المهم يعني عنده كرونيك ديزيز خلاص. هيريديتري سفيروسايتو، ليه الكرونيك ديزيز بيدخل في انيميا هنفهم ان شاء الله. هيريديتري سفيروسايتوزيس ده حاجه جينيتك، سيدروبلاستيك انيميا والليد بويزنينج ماشي، الكلام ده هنتكلم عنه دلوقتي ان شاء الله. بالنسبه للنورموبلاست نورموسيتيك دي كلها تعمل مايكروسيتيك انيميا. بالمناسبه الاقي مثلا الكرونيك ديزيز مكتوبه مره مع المايكرو ومره مع النورمو، هي تعمل الاثنين، ينفع تعمل ده وينفع تعمل ده، بس الاكثر بتكون مايكرو ماشي. طيب النقطه اللي بعد كده نورموسيتيك يعني خليه حجمها طبيعي، وديت هتكون يا اما خليه حجمها طبيعي والريتيكولوسايت كاونت عددها زياده، يا اما خليه حجمها طبيعي يعني في انيميا والخليه حجمها طبيعي ولكن الريتيكولوسايت كاونت قليله. وهنا ده هتفرق معانا، لو الريتيكولوسايت كاونت عاليه ده هتبقى هيموليتيك انيميا، لو الريتيكولوسايت كاونت قليله دي ابلاستيك انيميا او كرونيك رينال فيلير انيميا او كرونيك ديزيز، عموما كرونيك ديزيز ماشي. التفسير بتاع الحاجات دي جاي كمان شويه. الماكروسيتيك انيميا خليه كبرت، وده نقسمها يا اما ميجالو بلاستيك انيميا، يعني ايه؟ يعني الخليه كبرت وفي نفس الوقت الدي ان ايه بتاعها لسه صغير ماشي، وفي نفس الوقت ملاقي معاها خلايا وايت بلاد سيلز كبيره، يعني خلايا عموما في حلاليف في البلاد، كان اسمه موافق يقول لكم ايه اسمعوا في البطنه، يقول لكم بطيخ في البون مارو، في بطيخ في البلاد في البلاد فيلم، انت شايف بطيخ تحت عينك، اسمها ميجالو بلاستيك انيميا. دي بتحصل مع البي بي بي 12 وبي 9، بي 9 اللي هو الفوليك اسيد عشان عندكم مش مكتوب بي 9 عليه ماشي، بي 12 وبي 9 بي بي. طيب والنان ميجالو بلاستيك، النان ميجالو بلاستيك ديت يعني الخليه هتبقى كبيره في الحجم عشان مشكله في تصنيع الدي ان اي بتاعها، ولكن مش مشكله في البون في البي 12 ولا البي 9، يعني مثلا ليفر ديزيز وبالتالي مش قادر يصنع بروتينات، الكوهوليزم، الشخص الخمرجي، الهيموليتيك انيميا تعمل القصه دي، تعمل ماكروسيتيك انيميا ماشي. طيب دي كده بكل بساطه اسباب او انواع الهيموليتيك الانيميا عموما. او عايز بس اوضح على حاجه، نورموسيتيك انيميا مع ريتيكولوسايت كاونت ريتيكولوسايت زياده معناها ايه؟ معناها انه الشخص ده بيفقد الدم، الشخص ده قاعد يفقد ار بي سيز بينزل، هيموليتيك انيميا، والبون مارو بيحاول يعوض، دي اسمها نورموسيتيك انيميا مع زياده الريتيكولوسايت كاونت. امال يعني ايه نورموسيتيك انيميا مع نقص الريتيكولوسايت كاونت؟ معناه ان البون مارو فيه مشكله، معناه ان البون مارو فيه مشكله. نرجع تاني افكركم، ريتيكولوسايت كاونت تساوي فانكشن اوف بون مارو، وظيفه البون مارو. الكلام بقى اللي جاي ان شاء الله هيمشي ازاي، ازاي اشخص الانيميا مبدئيا كده سريعا زي اي مرض هتشخصه، في عندك مثلث كده للتشخيص، هيستوري المريض ده جاي يشتكي من ايه، وانت هتفحصه وتلاقي ايه، وبعدين تطلب تحاليل ايه. المريض ده جاي يشتكي من ايه؟ مرض انيميا، ويكنس، فاتيج، بليرنج اوف فيجن، هيديك، كل ده اعراض شكل انيميا. طيب اكزامينشن، انا افحص المريض الاقي ممكن الاقي في القلب، ممكن الاقي بكل بساطه انكريز الهارت ريت، رد فعل طبيعي من الجسم عشان خاطر يزود الدم اللي رايح للتيشوز نتيجه الانيميا انه يزود الهارت ريت، فلاقي زياده في الهارت ريت، الاقي تاكي كارديا. وافحص الابدومين، المهم ليه افحص الابدومين في حاله الانيميا؟ لانه في بعض الانيميات بالذات في الاطفال تعمل هيباتوس بلينوميجالي، الثلاسيميا ديت مثلا تعمل هيباتوس بلينوميجالي، تخلي الطفل ده عباره عن سبلين وطلع له بني ادم ماشي، وعباره عن ليفر وطلع له بني ادم. اطلب انفستيجيشن، اطلب انفستيجيشن، ايه الانفستيجيشن اللي اطلبها؟ سي بي سي، صوره دم، ريتيكولوسايت كاونت، ايرن بروفايل عشان لو السبب نقص الحديد، هيموجلوبين الكتروفوريسز عشان لو مشكله في تصنيع الهيموجلوبين زي مثلا سيكل سيل انيميا وهكذا، هنيجي للكلام ده بالتفصيل ان شاء الله. واطلب تحاليل ستول، يعني من الحاجات اللي ممكن افكر فيها، طبعا مش لازم اطلب كل حاجه يا جماعه عشان بس انت بتطلب حاجه واحده او حاجتين عشان تستبعد او تشخص ماشي. واطلب تحاليل ستول، هسال سؤال دلوقتي ونبدا بالاجابه عنه في السيشن الجديد ان شاء الله، هو ليه ممكن احتاج اطلب تحاليل ستول في حاله انيميا؟ وبالعكس ده على فكره قد يكون مهم جدا 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 لابعد الحدود، يعني ليه اطلب تحليل ستول في حاله
انيمو. السؤال ده سيبكم تفكروا فيه، وهنبدا ان شاء الله مع السيشن اللي جاي يعني. خلاص كده بفضل الله اكون خلصت كلام عن ايه؟ خلصت كلام دلوقتي عن الار بي سيز انديسز، الارقام ار بي سيز، الريتيكول سايت كاونت، وبدانا كلامنا قسمنا الانيميا واتكلمنا عن تشخيص انيميا. دلوقتي بقى نرجع نتكلم بقى ايه عن اسباب الانيميا، نمسك سبب سبب كده ونتكلم عنهم بالتفصيل، ناخد فكره عن كل واحد كده ان شاء الله. بعد كده اكون خلصت اول سيشن لينا. السيشن الجاي ان شاء الله نبدا من حيث انتهينا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللينك يوصل لكم على طول على الجروب ان شاء الله، مش هطول عليكم يعني. اشوفكم على خير، سلام عليكم.